اهلا وسهلا بالساده المشاهدين في حلقه جديده ومعلومات جديده من برنامج كونسلتو تيلي ميديسن، وفي انتظار كل المكالمات اسئله استفسارات والرد عليها مباشره على الهواء من السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس. اهلا وسهلا يا دكتور. كالعاده يعني متالق. ربنا يبارك فيك. هو زي ما حضرتك تفضلت وقلت، احنا هدفنا طبعا هو اتصالات المرضى وبنديهم علاج متكامل، يعني مش مجرد ان هو بيستفسر عن شيء بقدر الامكان. تمام. بس بنوه برضو ان ده لا يغني لو كانت هناك في فرصه ان احنا يروح للدكتور بتاعه. اكيد. وكده في حاله انه يفشل حتى طبيبه فممكن ياخد راينا احنا برضو، ولكن مناظره المريض او ان الدكتور يشوف العيان، يعني مجرد ان يقعد معاه يبص على شكله وهو داخل، على مشيته، على قوامه، على شكل وجهه، تعبيرات وجهه. تمام. ده كله بيساعدنا في التشخيص. اكيد يا دكتور محمد. لما يجي يتكلم، حتى ما يجي يتكلم، مخارج الفاظه وطريقه صوته ونبراته، ده كله تشخيص. ولونه البشره وال طبعا كل ما ده انا قلته بقى، يعني وقع العين وكل يعني هنشوف بعينينا احنا وبنسمع باذاننا، وبعدين نقوم نلمس بايدينا، نلمس مثلا طبيعه الجلد شكله ايه. تمام. في حراره، في بروده، هل الدوره الدمويه ماشيه كويس ولا لا. بعدين لما نوصل للصدر بنسمع الصدر ونحس فيه ازيز او ما فيش ازيز. نيجي البطن نشوف فيه الام في حتت معينه. تمام. فحص في هناك مثلا تورم او في كلكيعه، في طحال، في كبد، في ده كله بيتشاف. حلو. بس انا لمست فيك يا دكتور محمد تملي بتحسسني انك انت بتعمل يعني مباراه لذيذه كده ما بينك وما بين مريض السكر، يعني عايز، يعني بحس انك انت ايه، يعني عايز تخليه هو تملي المنتصر، ان لو حتى هو ما بيعملش اللي عليه، انت كمان حتى بتوجه الدكاتره بخبرتك العاليه طبعا ان هم بيراعوا ان ممكن مثلا تقول له ينزل في الوزن مش هينزل، فبرضه بتحمل الدكتور سنه مسؤوليه على ان هو يمشي معاه للاخر، مش ما يعني ما يسيبش المريض. في امراض عاتقها كله على الطبيب، يعني 100% تبقى على الطبيب. يعني مثلا مريض لا قدر الله في الرعايه المركزه، هنا الطبيب مسؤول، هنا كلمه طبيب اللي هو الفريق الطبي. تمام. مسؤول 100%. خبر حضرتك رعايه مركزه معناها ان المريض ده ما يعرفش حد يقول له ازيك، ولا حتى بيجي له تليفون من حد، فهو كده بعد الله سبحانه وتعالى. الاطباء هم اللي بيشتغلوا، والطاقم وطاقم التمريض وكده. نيجي بعد، وفي بعض امراض برضه مش لازم الرعايه المركزه، هو الدكتور. تمام. يعني مثلا مريض روماتيزم، امراض مناعيه، المريض له دور فين؟ ملوش دور. اما في امراض اللي هي ممكن نسميها الامراض اللي هي اضطرابات التفاعلات الكيميائيه في الجسم، اللي هي بنسميها الميتابوليزم او الميتابوليزم، اللي هي العلاقه زي الاكل، السمنه، السكر، الحمض البوليك الزياده. هنا المريض له دور، لانه هنغير في اسلوب حياته، سواء تقليل الاكل او النوع يتغير، او ممارسه رياضه، اقلاع عن بعض عادات سيئه، اكتساب بعض عادات طيبه. احيانا يقع العبء كله على المريض 100%، بس تمام. الدكتور عاده ما بيحبش يقول الكلام ده. ليه؟ يمكن يقول لك انا هسد نفسه ان انا اقول له المشكله عندك انت كلها، دي واحد. اتنين، يمكن يفقد الثقه فيه، يقول لك لا ده كذا. تمام. فلا اسباب كتير، ولكن امتى يبقى المريض هو المسؤول 100%؟ في بعض امراض احنا بنضطر نقولها له 100%، انت اللي لازم تعمل كذا كذا. صح. نعم. ناخد الاستاذه سناء وبعديها الاستاذه فاطمه. اتفضل. استاذه سناء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك؟ صح الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور معاك على الهوا مباشره. اتفضلي. انا يا دكتور من قيمه شهر كده بيجي لي دوار لما بقوم من النوم، وبيبقى الدوار دوت فيه عرق شديد، ببقى عايزه اركع، ومأثر على عيني برضو يعني، وابص الاقي فيه انتفاخات في عيني وكده. مع العلم ان انا خايفه اروح لاي دكتور، يعني هتقولي لي
رحت عملت، انا ما عنديش اي فكره لاني بقالي من ساعه الحظر ما بخرجش. طيب انا عايزه اخد حاجه للدوار وخايفه اخدها منها. سنك كام سنه يا فندم؟ انا عندي 64. حضرتك في سكر او في ضغط او في حاجه؟ لا انا عندي الضغط اللي هو الحرامي دوت اللي هو بيجي فجاه. يعني ابص الاقي طيب. مثلا ابقى كويسه جدا ولو قست الضغط الاقي عندي الضغط مرتفع شويه 140. طيب واوقات تاني الاقيه كويس جدا. اوكي الدوخه لها علاقه بحركه الراس؟ لا ده انا ببقى قايمه من النوم. طيب اما بتقومي من النوم، ما معلش اصل في نوع معين من الدوخه بيجي مع النوم، اما تقعدي وتقعدي شويه الدوخه بتروح تماما؟ بتروح بعد شويه. بس كل يوم كل يوم في دوخه وانت قايمه من النوم؟ يعني مش كل يوم، يعني هي ليها اوقات معينه. طيب هتاخدي دواء؟ طيب خلاص. هي مش دوخه يا دكتور، هو دوار. دوار الاثنين واحد يا تقريبا يعني نفس الطريقه. هتاخدي دواء حضرتك اسمه استوجيرون، ده الاجنبي، المصري بتاعه اسمه اللهم صل على رسول الله. السلام. طيب المهم هيجي وانا جاي اقول المهم خد الاستوجيرون دلوقتي ده حضرتك 25 مللي جرام سينارزين او السينارزين 25 مللي جرام، ناخد حبايه قبل النوم، وده حتى هيمنع كمان ان الضغط يعلى شويه. لحد ما نعدي الكورونا دي ونشوف الوضع هيبقى ان شاء الله. لان انا عايز نعمل لحضرتك بعض فحوصات للاوعيه الدمويه بتاعه الرقبه وبتاعه قاع الجمجمه، مهمه قوي في سن سيادتك. استاذ انا بتاخدي معلش برضه تاخد كل يوم اسبرينه بعد الفطار اللي ما كانش بتاخد. تمام مهم قوي. استاذ سناء شكرا على الاتصال بالشفا ان شاء الله، وتابعونا تملي لو ما لقطوش اسم الدواء على الفيسبوك او اليوتيوب قناه الصحه والجمال. هناخد الاتصال اللي بعده. استاذه فاطمه السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. لو سمحت ممكن أكلم الدكتور؟ اتفضلي الدكتور سامعي، اتفضلي. ماشي. أنا والدتي كانت شايلة الغدة الدرقية. اتفضلي. ومتابعة مع دكتور وكده، بس هي كانت بتاخد 5 أيام التروكسين 100. التروكسين 100 وبتاخد يومين التروكسين 150. طيب. السؤال كانت عامله تحليل وكده، بس هي طبعا مش عارفين نروح للدكتور بقى دلوقتي عشان ال طيب في شكوى؟ في شكوى؟ شكوى ايه؟ عايزه اشوف العلاج اللي انا باخده ده مظبوط؟ هي عامله هي عامله تحليل غده، بس هي عايزه تعرف بقى يعني تمشي على العلاج زي ما هو ولا في شكوى؟ في شكوى؟ لا الحمد لله، لا مفيش. خلاص خليها على العلاج زي ما هي لحد ما الدكتور يشوف. الارقام اللي انت هتقولي عليها دي ولا هعمل بيها حاجه ولا هتهمني، المهم الشكوى. لا شكوى لا تغيير في علاج. طيب تمام. هو حتى لو التحليل طلع كله غلط. سلام عليكم استاذه فاطمه، شكرا. فهناك حاجات بتبقى على المريض. طيب انت دلوقتي حضرتك بتقول ان احنا المفروض لما بنسال المريض في هناك وظائف في الحياه اللي هو شغل يعني نمطي، يعني مثلا سعادتك انا بروح كل يوم الصبح ادبس كتب، يجيبوا لي ورق كده وكل 100 ورقه اروح تك تك مدبسين مدبسات بالكهرباء بايدي، بقص حديد اقص مترين واقص مترين واقص. تمام. دي وانا بقص هنا بفكر في مراتي، بفكر في اولادي، بفكر في اي حد، بالي مشغول، انا مالي ملوش لازمه. انت هنا بتشتغل حضرتك نص مخك كله ممكن يبقى بره، لان عملك تقريبا عمل تفاعلي دائم ما فيهوش اي فكر ومش محتاجينه، بقى نمطي يعني. نمطي، ما انا مش عايز اقول دي خبر، ودي بقى 90% من المهن. في مهن ما مش عايزين نحسن الناس تزعل منا لو اتكلمنا في الموضوع ده كتير. طيب نلحق ناخد ناخد الاستاذه امنيه من هنا واستاذ سالم مسكه. ناخد الاول الاستاذه امنيه من هنا. السلام عليكم. وعليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا ريت بس الكنترول يحط لنا العينين ورا بعض عشان ما نضيعش الوقت اللي في النص. معلش 6 ثواني واحده يعني لو الوقت ده دقيقه واحده استاذه امنيه، دقيقه واحده بس، يا ريت لو الكنترول بس يحط الاسامي ورا بعضيها لو موجود. خساره تضيع الدقيقه اللي بقولها في النص. معلش اتعبوا معانا شويه. اوكي اتفضلي يا ست امنيه. تمام تمام تمام، عشان الخطوط بس يحاول يتعب نفسه شويه. تمام. اصل القطع ده ملوش لازمه اساسا. خلاص ومفيد الناس. تمام استاذه امنيه اتفضلي.
لو سمحت يا دكتور، انا عندي السكر وعندي الغده نشطه، بس اليومين دول انا نظرا للظروف اللي احنا فيها ما قدرش اطلع اروح للدكتور. السكر ما يطلع ينزل، مره في 48 ومره يصل 200، ما متظبطش معاي. وفي الجسم بتاعي يعني كسل خالص، ما قدرش اقوم من الارض، يعني حاسه نفسي تعبانه وعدم النوم، ما قدرش انام. طيب انت سنك كم سنه؟ حاسه بحبوط في جسمي خالص، اجي انام ما قدرش، مع اني حتى مش معرضه انام في النهار عشان اقدر انام في الليل. سنك كم سنه؟ ما قدرش. سنك كم سنه؟ دكتور سنك كم سنه؟ سنة 49 سنه. السكر بقاله كم سنه؟ السكر بقى لي يجي 15 سنه عندي. طيب الغده الدرقيه بتاخدي لها علاج حاليا؟ ماخد لها امرزول. بتاخدي ايه؟ امرزول. كم حبايه؟ حبايه واحده الصبح. كم ملي الحبايه دي؟ والله يا دكتور ما عارفه. كارب مازول ولا امرزول؟ امرزول يا دكتور. ماشي، هو كارب مازول. بصي، قله النوم. السكر ماخد له ماكرو 30 وماخد له اموفاي. طيب احنا بالنسبه لقله النوم في سنك ده في نسبه كبيره جدا الغده زياده. هل انت بتحس في ضربات قلب سريعه او حاجه؟ ضربات قلب سريعه احيانا يا دكتور، وما احس بخنقه، ما ابقى مخنوقه. طيب الامريزول ده هخليهم حبتين، وبعيد عن اي حاجه فيها يود زي الاسماك والحاجات اللي بتطلع من البحر. كل السمك اصلا مش معاك يا دكتور. كويس، فزود الامريزول لما من حبايه يبقى حبتين وممكن ثلاثه لو وزنك ما كانش بيخس. لا وزني انا خاسس يا دكتور. يعني خلاص يبقى خلاص اختصري عشان في غيرك. خلاص انا وصلت، اقفل على كده. ثلاث حبات في اليوم امريزول لمده ثلاث اسابيع، والسكر ممكن يتظبط معاها، لان ارتفاع معدلات الغده الدرقيه بيصاحبها ساعات ارتفاعات في مستويات السكر في الدم. ثلاث اسابيع تتصل بينا تاني ان شاء الله. شكرا على الاتصال بالشيف ان شاء الله. بناخد الاستاذ سالم من الاسكندريه. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حبا لو سمحت يا فندم، انا بعد ما عملنا لزوجتي عمليه حقن مجهري اكتشفنا اثناء التحليل ان عندها الغده الدرقيه. فالدكتور اداها علاج اللي هو الاستروكسين 50. بعد ما بقت بتاخد الاقراص دي يا فندم، بقت بتجيلها دوخه وعندها خمول باستمرار. طيب سيادتك، هي بتاخد الحقن المجهري بقاله قد ايه؟ بقاله حوالي اربع سنين كده. يعني اخر حمل، يعني سيادتك عايز تقول هي حملت الحمد لله من اربع سنين وماشيه على الحقن المجهري؟ ما نجحش، ولكن بقى عندها الغده اكتشفناها اثناء التحاليل، اجراء التحاليل. ومن ساعه ما بتاخد علاج الغده وهي عندها دوخه، صح؟ طيب بص، الدوخه دي ممكن يكون فيها جزء نفسي، نظرا يعني الله سبحانه وتعالى يعني ما منش علينا، او هو طبعا كله من، حتى الحرمان بيكون من الله سبحانه وتعالى، ما تعرفش هو الخير فين. فهو حضرتك ممكن يكون في جزء نفسي حكايه الدوخه، ولكن لو احنا يعني حطيناه مع الغده الدرقيه، هي بتاخد 50 ملي 50 مايكرو، ما فيش حاجه اسمها ملي، المفروض انا ما غلطش الغلطه دي. يبقى اعمل عالميه لمده شهر ونشوف الوضع ايه، وتقيس الضغط والكوليسترول لو سمحت، الكوليسترول والدهون الثلاثيه والهاي دينستي واللو دينستي، وتعمل سكر صايم وبعد الاكل بساعتين، وتزود الالتروكسين الى 100 يوميا لمده ثلاث اسابيع، ان شاء الله اعتقد هنوصل لحل كويس. شكرا يا استاذ سالم على الاتصال. بناخد الاتصال اللي بعده. الاستاذه اسماء من القاهره. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا الاول بشكركم جدا على البرنامج الجميل جدا ده، يعني ربنا يخليك. الله يخليكي، ربنا يحفظك، اتفضلي. انا كنت عايزه اسال بس الدكتور، انا من شهرين كده كنت عملت تحاليل، وكان يعني الحديد عندي كان 8. وكان ساعتها الدكتور قال لي ان هو يعني قليل جدا، واداني ساعتها دواء اسمه بروبلفين، ويعني اخدته. بس انا دلوقتي يعني اخدته بقالي شهرين، وانا دلوقتي ما بروحش مستشفيات، او يعني ما بتحركش من البيت اصلا، مش عارفه انا اخده لمده قد ايه، لان انا عندي انيميا زياده. قولي لي يا ستي، انت بتقولي قست الحديد طلع 8، ده الحديد ولا الهيموجلوبين؟ الهيموجلوبين. طيب وانت عملتي يعني صوره دم بس، صح؟ هو ساعتها
ساعتها يعني عمل لي يعني، بس هو كان بيشوف يعني نسبه الحديد في الدم، وقال لي برضو ان هو قليل قوي. لا بصي، احنا كلامنا حضرتك بيترتب عليه علاج، وده بيترتب عليه علاج، يعني عايزين كلام موثق، مش لا يقبل تأويلا الا تأويلا واحدا. فهو حضرتك الهيموجلوبين كام والحديد في الدم كام، حتى ممكن تقفلي وتتصلي تاني. هو لا، هو كان الحديد 8، احنا ما عملناش صوره دم، هو كان بيشوف الحديد بس. لا كلام غريب، يعني انت حضرتك اعمل الحديد كده من نفسي عاوز اشوفه زياده ولا ناقص يعني؟ لا هو ساعتها قال لي لان هو لما عملنا صوره الدم قال لي زي الفل تمام، بس قال لي انا عايز بقى اشوف الحديد في الدم. لا لو احنا صوره الدم يا بنتي، انت سنك كام سنه؟ 33. طيب الدوره اخبارها ايه؟ لا كويسه تمام. كميه معقوله ولا كتير؟ لا معقوله. خلاص انا شايف انك تاكلي كبده، تاكلي لحمه حمراء، واخده بالك، قوانص، ده يجيب ادام الهيموجلوبين طبيعي، يبقى انا حضرتك مش محتاج ادي حبوب حديد، اخد مركب اكل فيه حديد، واحسن اكل فيه حديد هو البروتينز، كبده، قوانص، طحال، لحمه حمراء. اتفقنا؟ طيب معلش، هو دلوقتي انا لو اخدت زنكي عشان يرفع المناعه في الوقت اللي احنا فيه ده، كلام فارغ ولا ايه؟ كلام فارغ، وده كله نصب في نصب ولا لها اي اثر علمي للاسف. حتى الاساتذه والدكاتره انقادت ورا هذا الكلام الهراء. مفيش اكل بيزود حاجه عن الطبيعي. يعني امتى الاكل يجيب نتيجه او الزنك او فيتامين سي؟ حينما يكون هناك نقص في هذه المركبات في الجسم. لكن انت تزود، هي هتزود؟ لا مش هينفع. انت ليك حد معين، مهما تزود هو مش هيزيد. طيب الف سلام على حضرتك. شكرا يا استاذ اسماء، ويا ريت تراجعي بقى الحلقه على زي ما قلنا الفيسبوك واليوتيوب. لا بس احنا ما انا قلت لها توقف الحديد كمان، لانه في خطوره احيانا، اللي هي اكل اللي هي بتاخده تاكل الحديد. لو الهيموجلوبين بتاعها 12 فما فوق، ما اعتقدش تحتاج حد. والله لو جت على اكل اللحم والكبده عليك حلو. طبعا. ناخد الاستاذ محمد من القاهره. السلام عليكم. ده بس صار التعبير. السلام ورحمه الله وبركاته. يا باشا اتفضل يا فندم. اتفضل يا استاذ محمد. الدكتور سامع. انا عندي 65 سنه اولا، فقلت اطمئن على صحتي كده، يعني الناس بتحلل، فروحت احلل مش حاسس باي اعراض خالص بالنسبه للكورونا دي نهائي. بس الدكتور النهارده اداني 3 علاجات بتوع برد، وقال لي تعالى امسح بكره واعمل لي اشعه، لكن انا مش حاسس بحاجه. يعني هو انت عملت تحاليل ايه؟ ايه؟ هو حلل لي. حللت ايه يا فندم؟ رحت حللت. لايه؟ ايه؟ حللت دم. ما هو الدم يا فندم فيه حوالي 130 نوع تحليل. هو كتب لي على 3 انواع من الدواء. لا 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 لا، انا بتكلم بقى، بقول لسيادتك، بقول لسيادتك. حضرتك اما حللت الدم النتيجه طلعت لايه؟ يعني مثلا انا قلت له انا عايز احلل عشان اطمئن على نفسي للكورونا. طيب الكورونا الدم يبقى عمل حاجه اسمها اي جي جي واي جي ام، ويمكن يعمل صوره دم كمان يشوف حاجه اسمها كرات الدم البيضاء. خبال سيادتك. هو كل طب يا دكتور انا مش حاسس باي اعراض يا فندم. بس استنى بس، انت ما تاخدنيش في حتتك الله يخليك. انت الادويه اللي ادالك ايه؟ الادويه اللي ادالك ايه؟ دواء كده بيتاخد كل 12 ساعة، ودواء بيتاخد كل 8 ساعات، وقال لي اعمل اشعة بكرة وامسح تعالى عشان تمسح، ما اعرفش المسح ايه. لا اصل بص، اللي هو انت دلوقتي رحت شككت الراجل وقلت له انا عاوز اطمن، فهو لازم يعني يصل معاك الى حدود فاصلة. لكن ادام انت لا تشتكي من شيء ممكن ما تعملش الكلام ده. لو انت شاكك اقعد في البيت 14 يوم. وعايز اقول لك حاجه، تشخيص الكورونا مش مهم دلوقتي. نعم. انا اللي بيخليني احجز العيان هي الاعراض وليس التحليل. يعني انا دلوقتي الاعراض اللي عندي كويسه، لان انا مش حاسس باعراض غير ان بقولها بسيط عادي، بشرب السجاير اللي بشرب سجاير كتير بس. طيب بص، انا مش هخش في معركه السجاير معاك، لان المعركه دي معركه خاسره وهتضيع وقتنا. لكن هو اللي انا عايزه من سيادتك، تتفضل مشكورا، احنا بنحجز عيانين المرضى دول على الاعراض وليس على التحاليل. بمعنى يعني ممكن يعمل مسحه تطلع ايجابيه،
وممكن سليم. يعمل تحليل دم تثبت ان في كورونا وحرارته كويسه وجسمه ما فيهوش تكسير وما فيش حاجه ولا محتاجه، يقعد في البيت 14 يوم. طب واحد تاني طلع نيجاتيف للمسحه بس جسمه تكسير والحراره 40 والكلام ده، لا دخله مستشفى. يبقى اذا الفيصل هنا الاعراض وليس التحليل، لكن هو ما عندوش اي وفر أعراض. فلوسك لان تحليل كمان المسحه دي ب 2000 وشويه، واقعد في البيت وادعي لنا دعوتين لما تيجي على وقتها. ان شاء الله ربنا يكملك بصحتك يا استاذ محمد. شكرا، شكرا على الاتصال. اتفضل يا دكتور محمد. طيب. انا جالي تقريبا واحد بيتصل بيقول حاجه كده، طبعا يعني انت اللي لازم تعلق عليها، مش هقدر اعلق عليها. تقريبا مصري ما اعرفش هو دكتور ولا ايه، بيقول لك نعالج، بيتكلم على الكورونا يعني ان احنا نعالج مرض الكورونا، ناخد عينه من اللي عنده كورونا ونديها لشخص اخر على اساس ان هي تقريبا مصل او حاجه زي كده. هذا الكلام موجود من حوالي اكتر من قرن، وليس هو حضرتك يعني اختراع، بس بالنسبه لبعض الدكاتره قبل المرضى بيجي لهم نوع من انواع الانبهار، الواحد يتخيل، واساتذه فببقى مستغرب الناس دي ما كانتش بتدرس طب ولا ايه؟ ولا صحيوا من النوم لقوا على المعلومه اللي هي واخدين احنا في اولى طب. دي معلومه بياخدوها البيبيهات، اولى طب عندنا يعني بامبرز. سنه ثانيه طب حلو. يعني لبس شورت. لما يخلص البكالوريوس يبقى لبس بنطلون. اخبار حضرتك. اما ياخد الدكتوراه يبقى لبس القميص. اخبار حضرتك يعني عارف اقول لك يعني ايه؟ 20 سنه طب يبدا. طب انا الاقي ناس 30 سنه وانبهاروا الاسئله اللي حضرتك بتقول عليه ده. يا فندم زمان كان في امراض ما فيش مضادات حيويه، ما فيش حاجه، فكانوا يجيبوا الحصينه، ومثلا كان في حاجه اسمها الدفتيريا. مرض الدفتيريا اتلغى لان في له تحصين دلوقتي، وسوى ميكروبي بيجي يقفل الجهاز التنفسي ويموت من الخنقه، واخد بالك؟ وكانوا ساعات الخنقه تقفل الجهاز التنفسي من عند ال اللارنكس اللي هو الاحبال الصوتيه والحته دي اسمها ايه؟ ساعدني تفاحه كده اسمها ايه؟ اللارنكس اللي هو ايه؟ سبحان الله ما تقول يا ابني. اتفضل ماشي. طيب سبحان الله استنى، لا لازم اقولها طبعا. طب ناخد اتصال. اللي هي دي اسمها ايه؟ الحنجره؟ الحنجره. الحنجره. فكان يقف الميكروب، معلش ثانيه واحده، الميكروب يقف عند الحنجره ويعمل غشاء يروح قافل الحنجره او تتليف. طيب. يفتحوا العيان من هنا ممكن طول العمر. يجيبوا الميكروب ده نحقنه، ما هو السبب عشان هو لو كان يجيب العيانين ورا بعض. يحقنوه في الحصان. تمام. الميكروب ونستنى شويه وينزفوا الحصان دمه وياخدوا اللي هو المصل بتاع الحصان اللي هو الميه الرايقه اللي من الدم. تمام. يدوها للمريض في الوريد. بس احنا دلوقتي بنعمل من بني ادم لبني ادم. هقولها بعد الاتصال. ماشي. ناخد المنتظر او المتصل. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمه الله وبركاته. ماشي. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضل، الدكتور موجود. والدتي ست كبيره بالليل ما بتنامش، وبعدين تبص تلاقي يعني من قله النوم تفضل تتكلم كده كتير. فانا عايز الدكتور يقول لي على علاجه. سنها كم سنه؟ سنها كم سنه؟ عندها 70. مش كبيره قوي. 70. عندها سكر، عندها كوليسترول، عندها ضغط. لا عندها، ما عندهاش سكر، عندها ضغط عالي. طيب ما احنا نشوف الضغط الاول ونشوف الكوليسترول، لان ممكن دول بيعملوا تصلب في الشرايين. يوم الواحد بينام التنفس بيقل شويه، ده طبيعي. فمع الناس الكبار في السن يزيد ثاني اكسيد الكربون ويقل الاكسجين على المخ، المخ ده يخرج عن يعني عن المنطق، فيحصل يعني تمتمه، همهمه، مش عارف ايه، احلام مش كويسه. طب ملاش علاج يا دكتور تهبه يعني، تاخد علاج ينيمها كده؟ ممكن ناخد دواء، ناخد دواء اسمه ترنتال. لا نيمها ايه ده، غلط. طب ابعت له حضرتك تقول عشان اكتبه. طيب ترنتال 400 مللي جرام، حبايه الصبح حبايه بالليل، وتاخد اسبوسيد 75 مللي جرام، حبايه كل يوم بعد الفطار. طيب لو ما لحقتش بقى ما تديش تريم. اصل هي الفكره ايه؟ الجدع الواحد لما بيخش ينام معدل التنفس انا وانت واحنا قاعدين كده من حوالي 15 ل 20، اما بينام ساعات بيوصل 10 8، فالاكسجين اللي رايح للجسم بقى قليل، والمخ مع كبر السن الدم مش واصل كويس، والاكسجين يفضل يهتهت بقى. تمام. حاجه عاديه يعني.
ولو ما خدتيش بالك من كل الاسامي دي تابعينا بقى على الفيسبوك ولا اليوتيوب. هم شاطرين وعارفين ما شاء الله، هم فاهمين خلاص كده، بس لازم نكرر. ناخد الاستاذ طلال. سلام عليكم. طلعت بركاته، ازيك يا دكتور عامل ايه؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ هو معاك الدكتور، سامعك. اتفضل. السلام عليك يا دكتور. سلام ورحمه الله وبركاته. حضرتك انا عندي 53 سنه. برافو يا فندم. اه سامعك، ده من سعيد سامعك. انت بتقدم نفسك. وعندي شال المراره دي اللي 5 سنين او 6 سنين. جميل. ورحت كشفت عند الدكتور، كتب لي على برشام ريسباكس بلس 20/12.5 بتاع الصخر. طيب. حاسس حاليا، وكشفت عند الدكتور قلب كتب على اسبوسيد اللي هو 75. بحس بألم في زوري كده، وبحس ان زوري زي ما اكون ناشف كده ومش جدح كده، ويعني ناشف كده، بدوبه بتوم، باكل قصه توم بندوخه في بقي كده واروح بلعه. اه النشفان ده بقاله قد ايه؟ النشفان ده اديله حوالي 2 أسابيع. والدواء بتاع الضغط بقاله قد ايه؟ الدواء بتاع الضغط اديله اكتر من سنه. طيب حضرتك النشفان الريق ده، او تقدر نقدر نقول عليه نشفان ريق ولا نشفان حلق؟ لا مش بحس ان بقى كده لما بكون مشبر كده، يعني فيه شب فيه شب فيه أيوة شبه كده. ايوه في لزوجه. اه بغسلهم معجون اسنانه وحاجات كده، وبرده بيروح شويه ويرجع تاني. طب وانت ليه بتقول ان ادويه الضغط هي اللي عامله الكلام ده؟ انا ما قلتش لحضرتك ان ادويه الضغط في كحه. في كحه حضرتك؟ في كحه؟ لا الحمد لله، الحمد لله ما عنديش كحه. او لا، او تحس كده ان في حاجه في حاجه زي كده، يعني بسيط قوي لما تجيلي دي. بسيط. انا شايف ان حضرتك مفيش سخونه، مفيش اي حاجه، والحكايه كلها 3 أسابيع. يا انا احيانا لما جسمي بيدخل باخد واحده براموس. خلاص هتاخد حاجه اسمها سبتازول، حبتين الصبح حبتين بالليل لمده 7 أيام، وحضرتك تشرب ميه كتير ان شاء الله، وقلل الملح شويه في الاكل. شكرا شكرا استاذ طلال، بالشفاء ان شاء الله. كنا بنتكلم في ايه؟ في موضوع السيرم سيكنس. ايوه الحنجره. لا الحنجره اللي هو الدفتيريا كان المثال. مرض شائع، يعني انا مثلا في عمري ما شفتش ولا حاله، بس كان لان ما طلع الفاكسين بتاعه عقبال ما يطلع كده للامراض الجديده. خلاص نكمل. يلا اتفضل قول للناس. ناخد عشان قربنا نخلص. اوكي ناخد الاتصال اللي بعده. ام ادم سلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ ازيك يا دكتور؟ يا مرحبا. انا اللي كنت الحلقه اللي فاتت مع حضرتك على الخط بخصوص ابني اللي هو صح اللي قلت لك عنده تشنجات ربما. ايوه حضرتك اللي بيزرق ده. ايوه فساعتها كان وقت الاذان، فاضطريت ان انا افصل عشان الاذان، فما كلمناش المكالمه ورنيت على طب حضرتك. بص بس عشان بص هقول لك عشان بس ايه ما انتش من بعد انا وانت بالذات. حضرتك هتتكلمي عن نفسك ولا على الولد المكالمه دي؟ حضرتك انا هقول بس ملحوظه بالنسبه. لا الاول نتفق. حضرتك هتتكلمي عن نفسك ولا على ابنك؟ على ادم. واحد بس اللي هنتكلم عنه عشان بتدخلني في بعضهم. تمام خلاص ماشي. يعني انا يلا اتفضلي. تمام ماشي. حضرتك انا لما ولدت ابني ده وانا في الشهر الثاني كانت عندي الانيميا وصلت ل4، فطبعا اخذت محاليل ودم ومحاليل بديل حديد وكده. طيب تمام حضرتك؟ معاك اتفضل. فانا طبعا لغايه دلوقتي موضوع الانيميا ده ماشي معايا. انا عامله تحليل انيميا الاسبوع اللي فات ده يوم السبت، طلعت عندي نسبه الانيميا 8. لا تقصد الهيموجلوبين، يعني هيموجلوبين 8. تمام. شويه صغيره قوي برضو يا بنتي. اه وبعدين؟ تمام. فهو انا طبعا على طول اول ما بصحى الصبح ما بقدرش اتحرك، ما بقدرش اقوم، ودوخه دايما وصداع، وعلى طول ما بقدرش اعمل مجهود في البيت. انت حضرتك بتاخدي حديد بقالك قد ايه؟ انا اخدت شهر واحد وقطعت صراحه لانه ما كملتش في الدكتوره طبعا الظروف اللي احنا ماشيين فيها دي. طيب اسمعيني بصوا يا جماعه، ما تبقوا تتكلموا يعني خدت حديد لمده ده تقولي شهر وتسكتي ما قال الله ودل. عشان انا ابدا اتكلم الكلام المهم اللي انت مستنياه. لكن الدكتوره وما رحتش ولقيت الدكتور نايم، طب انا مالي ومال الكلام ده كله؟ صح. بص يا بنت الكل، يا ست الكل، انت حضرتك هتتفضلي مشكوره، لان المفروض ما نديش حديد الا لما نلاقي الحديد نفسه اللي ناقص. ليه؟ لان مش كل نسبه هيموجلوبين نازله معناها ان الحديد ناقص، بل بالعكس ده في بعض امراض يبقى فيه هيموجلوبين ناقص جدا والحديد زياده جدا،
ولو ادينا حديد في الفتره دي هيترسب جوه المخ وجوه الرئه وجوه الكبد وجوه الانسجه وجوه الكليتين ويعمل فشل تنفسي وفشل وهبوط في القلب. فاذا يا جماعه قاعده مش ليك انت لوحدك، لكل الناس. مش معنى ان الانيميا موجوده او الهيموجلوبين نازل معناها ان الحديد هو السبب، ده ربما يكون الحديد عالي. انا شايف ان انت في حاجتين، يا اما نقيس معدلات حديد في الدم ونبدا من الاول وده الاصح، والحديد مش لوحده هنقيسه، لو عندك قدره ماليه هتقيس حديد وحاجه اسمها فريتين وتوتال ايرن باند كاباسيتي، الثلاثه دول هتيجي تقوليهم مش هتعرفي تقوليهم، هتروحي جايه تعيد الحلقه بتاعتنا دي وتيجي على الحته دي تسجليها بالموبايل وتروحي لبتاع المعمل، خد يابا الراجل بتاع ده بيقول الحته دي، يعني تعمل الثلاثه دول، ده انا هيعملهم لك وتقولي لي. طيب لو احنا ما معناش فلوس ومش هنقدر نعمل دول، هو الحقيقه اخاف اديك حديد لمده 3 شهور اخاف، لكن في حاله بقى ما فيش فلوس والحديد رخيص، خدي اي مركب حديد لمده 3 شهور حضرتك ونعيد نسبه الهيموجلوبين تاني، بس الاصح تقيسي الحديد. طلع الحديد طيب طبيعي يا استاذ حسام تمام او عالي شويه، بنعمل حاجه اسمها هيموجلوبين الكتروفوريسيس، برضه تنقل البتاع من وخبرها نفس الصوت تسجل كده بنشتغل صح. صح لكن فكره جميله. جانا اتصال من البحيره. طب الف بركه البحيره عندهم الجو حلو. استاذ صبحي السلام عليكم. السمك هناك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم اتفضل. كل سنه وحضرتك طيبين. وانت طيب بالصحه يعني. والسلامه. الدكتور معاك. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. اهلا دكتور. اهلا بيك. اهلا وسهلا. والله في الحقيقه انا بعاني من قولون عصبي بقالي فتره جامده، وخاصه من بعد فتره الاعدادي تمام، والموضوع بيتطور من ان لاخر، وبعد الاكل بيحصل على طول انتفاخات وبضطر اخش الحمام سواء ما اعمل او ما اعملش صراحه. غير ان انا بعد كده بعاني من حاله نفسيه وعصبيه تماما وبتعالج منها، الا ان هي بتاثر عليا برده وبتاثر على شغلي وكده وبتاع. فانا كنت بس حابب اسال حضرتك بس التعامل مع القولون ازاي، سواء كان العصبي او القولون العادي، لانه بيحصل انتفاخات على طول بعد الاكل باستمرار. طيب بص يا فندم، اولا القولون ده جزء لا يتجزا من الحاله النفسيه بتاعت حضرتك، وعلاج الحاله النفسيه الاساسيه هينعكس على اداء القولون بعد كده، بل ان في بعض ادويه نديها للقولون وهي في الحقيقه بتاثر على القدره الذهنيه والعقليه للبني ادم كناحيه نفسيه. فانا مش عايز اتدخل لان ممكن اديك دواء طبعا، بس انت اكيد انت بتاخد ادويه اخرى، ما اقدرش اديك ده الى جانب اللي انت بتاخده. فلو هتوقف اللي عندك او الدكتور يسمح لك ان توقف اللي عندك، انا اقول لك اللي تاخده ايه اللي هو ياخده. انا بقالي فتره حضرتك يا فندم، بقالي فتره موقف اللي عندي. طيب هتاخد حاجه اسمها ستيلابيد حبايه الصبح حبايه بالليل، وهتاخد حاجه اسمها دوبرين 150 مللي جرام حبايه قبل الاكل بساعه 3 مرات في اليوم، امشي لي عليهم 3 اسابيع كده ونشوف. 1 2 نتاكد ان المراره ما فيهاش مشاكل، لان ساعات المراره تدي اعراض مشابهه للقولون، وده تتعمل لها اشعه تلفزيونيه لو ما كنتش عملت اشعه تلفزيونيه خلال الست شهور اللي فاتوا. هنا عايز برضو اضيف اقول ان كان هو بيقول بيخش الحمام على طول بعد ما ياكل. تمام. ربما العلاجين اللي انا قلتهم لك دول يقللوا انك تخش الحمام، ما ينفعش في دواء بيبقى اقوى منها بشويه بس له اثار جانبيه اعلى سنا، نخليهم بعد 3 اسابيع. ألف سلامة. أستاذ صبحي شكرين جدا، شكرا على الاتصال. طيب نرجع بقى للموضوع الجميل اللي انت قلت لي، بياخدوا دم من المريض المصاب بالكورونا وشفية الى مريض اخر مصاب حاليا، وان دي بقى يعني ده ايه اختراع، مش اختراع ده، الكلام ده موجود من فوق ال 150 سنة، يعني كانوا بيعملوها من أيام قدماء المصريين. يعني أنت مثلا حضرتك كان معظم الأمراض التي ليس لها ولا سمة الفيروسية ليس لها علاج ولا تحصين، نلجأ ناخد الميكروب ده نحقنه في الحصان وبعدين نستنى على الحصان يعمل أجسام مضادة، هتنتشر دم الحصان ما شاء الله. يعني أنت مثلا البني آدم فيه كام منا، إحنا كام واحد، أنا وزني كام؟ قول مثلا 90، المفروض يبقى فيها 5.5 لتر دم، منهم 90 كيلو، منهم ميه الدم دول كام؟ حوالي 3 لتر احنا كلي تمام. فالنهار ما ياخد مني 700 سم دم، يقوم هياخد منهم حوالي مثلا 6 × 7 = 42 حوالي 400 سم ميه، ويرجع لي كره الدم الحمراء. فما ياخدوا مني فيها اجسام مضاده
عاوز حد عندك؟ لا هو انا عايز اديك لان الدقيقه بقت نص دقيقه اللي هي الاخيره ده لسه يا ابني. هو في حد الا بقى لو طيب. الا بقى لو تلاقينا دواء دكتور ان تخلي الساعتين ساعه. طيب هو احنا عموما بالنسبه يمكن حاجه بقى بالنسبه للكورونا، الكورونا علاجها يعتمد اساسا على اعراض المريض وليس على الفحوصات. هتقولي طب نعمل فحوصات ولا ما نعملش؟ لو كان ميسر نعملها من باب العلم بالشيء، لكن في الحالتين لو هناك في عوامل تبين ان ده عنده كورونا على المستوى التشخيصي السريري اللي هو الذي انظر اليه ويشتكي منه المريض، هنا وجب علاجه مثلا في المستشفى او في البيت او في العزل في اماكن عزل معينه. طب اخطر عرض من اعراض الكورونا يا دكتور قبل ما نختم؟ ضيق النفس. ضيق النفس وارتفاع حراره ممكن؟ ويعني يا ريت الحراره تبقى موجوده والنفس يفضل شغال. اصل معنى ضيق النفس بينوم عن حاجات ثانيه. ضيق النفس صح. بس هما الاثنين عاده بيجوا مع بعض. هو ممكن هو بعد كده اللي بيرفع درجه الحراره دي. لا مش هو اللي بيرفع، هو اصل الموضوع كبير يعني. تمام. يعني ما تمسكليش الله يخليك في الشكمان. خلاص. واخد بالك؟ يعني العربيه بتطلع دخان، مش معنى ذلك الشكمان اللي بايظ. لا خلينا في الموتور. ده الكربراتير والزيت بايظ والبنزين بايظ والبوجيهات بايظه وبيشتغل 3 سلندر بدل 4 سلندر فيلم. هو زي العربيه بالظبط. يروح الشكمان بيطلع غير الشكمان. دكتور تسمح لي ان احنا اتفضل. اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهايه الحلقه من برنامج كونسلت اوتيلي ميديسن، نشكركم على حسن المشاهده والمتابعه. ونشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد استاذ السكر والغدد الصماء كليه الطب جامعه عين شمس، والى لقاء اخر بمشيئه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.